انتوا عارفين يا جماعه المبادره بتاعه الرئيس بتاعه اللي هو سكن لكل مواطن، اللي هو كل مواطن هيلاقي شقه. المبادره اللي هو فعلها البنك المركزي يوم 13 يوليو اللي فات، لو انت تروح بالتمويل العقاري تاخد الشقه بتاعتك اللي انت عايزها على 30 سنه بفايده 3%. في حاصل لبس كده صغير انا بنبه ليه، لما وزاره الاسكان عملت الاعلان بتاعها عن الشقق اللي بتساهم بيها في المبادرة. يعني وزارة الإسكان قالت والله يا جماعة أنا في هذه المبادرة عندي مساهمة، وأعلنت عن الشقق بتاعتها اللي هتبقى موجودة في هذه المبادرة. تمام أهو. في بعض الناس لقوا إن الوزارة بتعلن عن شقق في محافظات معينة وفي محافظات ما بتعلنش فيها، فاعتقدوا انه المحافظات اللي مش موجوده في اعلان الاسكان ده يبقى الناس مش هتشترك في المبادره دي. لا، الجميع له حق المشاركه في المبادره في كل المحافظات، بس هي دي الشقق اللي عند وزاره الاسكان اللي هي هتشارك بيها. لان انت على سبيل المثال مثلا لو انت في المبادره دي محتاج 100 شقه، ما هو الشقق دي لازم تتوفر. فوزاره الاسكان عندها بنت في دمياط وبنت في مش عارف فين وبنت فين وبنت فين وكده. ففي لانه بعض الناس لما لقوا المحافظات بتاعتهم او الاماكن بتاعتهم مش موجوده في الاعلان فقال لك انا مش في المبادره. لا يا فندم، انت في المبادره. دي الشقق اللي وزاره الاسكان مقدماها ضمن هذه المبادره. فانت بتلاقي ممكن شركات تانية، ممكن تلاقي ناس عندها شقق بتقدمها عشان تدخل في المبادره. فالناس ما تقلقش، والحمد لله دي مبادرة كويسة جدا وناس كتير هتستفيد منها.